في أول أخبار وزارة الداخلية، شهد اللواء الركن خليفة حارب الخيالي الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة حفل تخريج 3 دورات، هي دورة مدقق رئيسي معتمد على نظام إدارة الجودة، ودورة مقيم تميز معتمد، ودورة مدقق داخلي على نظام إدارة الجودة. نظم الدورات معهد الإمارات للجنسية والإقامة والمنافذ بمشاركة 48 ضابط من القيادات بشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، وتركز على تطوير المهارات في إدارة الجودة والتميز المؤسسي وإكساب المنتسبين المعارف الحديثة وفق المعايير المتبعة. زار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم المدينة التدريبية بالرؤية التابعة للإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، وكان في استقبال سموه العميد عبد الله علي الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، ونائبه العقيد عبد الله خليفة المري، وعددا من مدير الإدارات الفرعية والضباط، وشاهد سموه العروض الميدانية لحماية الشخصيات المهمة من الرجال والنساء وفرق الحماية الخاصة وفرق القبض ومكافحة الشغب والأساليب المختلفة المتمثلة في انسحاب وإخلاء الشخصية باستخدام السيارات الحماية أو الدراجات النارية. واطلع سمو الشيخ منصور بن محمد على الأجهزة والمعدات المتطورة التي تستخدمها الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في مختلف تخصصاتها. أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي أنه لا يوجد أي كاميرات ظاهرة أو خفية في أي من الغرف في فنادق دبي، نافيا أن يكون الجهاز الذي عرضه أحد الأشخاص في فيديو انتشر أمس كاميرا، ومؤكدا أنه ريسيفر حديث وأن هذا الشخص يراه لأول مرة واعتقد أنه كاميرا وقام بتصويره ونشره أمس، على أن هناك انتهاكات من الفنادق في دبي لتصوير النزلاء وأن هذا الكلام عار وتماما عن الصحة. كما وقال اللواء خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي إنه تم التحقيق مع الشخص الذي قام بتصوير الفيديو بعد تحديد هويته في غضون ساعات قليلة، واتضح أنه من الجنسية الخليجية، وتم استدعائه بعد انتقال فرقة خاصة من التحريات إلى الفندق لمعاينة الغرفة ورؤية ما تحدث عنه على أنه كاميرا، وتبين أنه مجرد ريسيفر حديث، لافتا إلى أنه كان الأولى به استدعاء أحد مسؤولي الفندق وسؤاله عن ماهية هذا الشيء الذي يبدو أنه يراه لأول مرة. أكد المقدم حمد بن ديلان المزروعي مدير إدارة شرطة أمن المطار في شرطة دبي أن قيمة المصادرات والمعثورات في مطار دبي الدولي بلغت العام الماضي 1,170,000 درهم، موزعة بين 930,000 درهم معثورات و240 ألف درهم مصادرات. وأشار إلى أن المصادرات يقصد بها المواد الممنوع حملها على متن الطائرات أو الأشياء التي يتخلى عنها المسافرون جراء الوزن الزائد، مؤكد أنه يتم توزيعها وإنزالها إلى المستودعات الخاصة ومن ثم عرضها في مزاد إلكتروني. وفي آخر أخبارنا، أطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان جهاز الخدمة الذاتية في مركز سيتي سنتر عجمان الذي يعد الأول من نوعه ضمن 12 جهازا سيتم إطلاقها في مراكز التسوق في الإمارة، وتأتي هذه الخدمة انطلاقا من سعي شرطة عجمان إلى تعزيز ثقة الجمهور بفعالية الخدمات المقدمة وتماشيا مع مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لتحقيق رضا المتعاملين في جميع مؤسسات الدولة. وأيضا شهد العميد حسن إبراهيم علي مدير معهد تدريب شرطة رأس الخيمة حفل تخريج 7 دورات تخصصية بمعهد تدريب الشرطة شملت 151 منتسب من منتسبي شرطة رأس الخيمة، وذلك انطلاقا من منهجية تحديد الاحتياجات التدريبية التي تهدف إلى ضبط وتنسيق عملية تحديد الاحتياجات لتدريب وتطوير الموارد البشرية بما يضمن وجود كوادر بشرية مؤهلة ومدربة قادرة على القيام بمهامها ومسؤولياتها على أفضل وجه. مشاهدينا، كانت هذه أخبار وزارة الداخلية لليوم.